أوكرانيا المفروض بيوم الثلاثاء تلتهم من قبل روسيا يوم القيامة من الشيطان أم أبو القنابل؟ باعتقادك أي الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها موسكو ضد كييف لتحتلها بشكل كامل؟ هي لا تحتاج إلى استخدام سلاح نووي، لديها أبو السلاح النووي. نعم، الحقيقة هذه الأسلحة هي أسلحة استراتيجية اللي أظهرها التقرير، يعني تستخدم كما ذكر التقرير عابر للقارات، تستخدم بتدمير مناطق واسعه ولمسافات بعيده. لذلك انا استبعد استخدام هذه الاسلحه في الوقت الحاضر. وقد لاحظنا منذ بدايه الغزو الروسي لاوكرانيا الاسلحه اغلبها اسلحه تقليديه، ماكو اي سلاح او اشارات على اسلحه غير تقليديه عدا استخدام، وهنالك يعني تقارير. ولكن ان طالت الحرب قد تلجا الى الاسلحه الغير التقليديه. بالتاكيد بالتاكيد، ولكن الاسلحه الغير التقليديه هنالك نوعين من الاسلحه غير التقليديه، هي الاسلحه التعبويه اللي محدوده في يعني تدمير مالها محدود بمنطقه معينه، وهنالك الاسلحه السوقيه. هذه اللي ذكرها التقرير هي كليتها اسلحه استراتيجيه سوقيه، مدياتها كما قلت بعيدة ومناطق تدميرها أكبر، فلذلك قد تستخدم أسلحة تعبوية لمناطق محدودة. يعني على سبيل المثال هنالك احتمال أنه الروس إن لم يستطيعوا السيطرة على الهدف الاستراتيجي الأكبر اللي هي العاصمة كييف، قد يلجؤون إلى استخدام قنبلة نووية تعبوية. والقنبلة النووية التعبوية كما معروف هي محدودة، التدمير مالها يكون مناطق غير واسعة ولن يكون هنالك تأثير واسع. وإلا أعتقد أنه فشل روسيا وتعنتها في عدم يعني إيقاف القتال وعدم وجود حلول دبلوماسية قد يؤدي بالتأكيد إلى المسير نحو هكذا استخدام.